السلام عليكم، انا اسمي سحر محروس من محافظة المنوفية. انا وزني 160 كيلو وسني 26 سنة. انا بعاني من السمنة من فترة طويلة قوي، من صغر وانا بعاني من السمنة. عملت دايت كتير او مفيش حاجة نفعت، بعمل دايت واخس وارجع اتخن اكتر من الاول. وانا دلوقتي والله العظيم لا بعرف اروح اكشف على ابني ولا بقدر امشي، ومحبوسة في قلب البيت ما بعرفش اروح في اي حتة، والسمنة دي بوابة لكل الامراض. انا عندي ضغط وعندي سكر وظهري بيوجعني وما بقدرش امشي، وشفت دكتور كريم على اكتر من قناة، وقررت ان انا اجي النهاردة واعمل عملية عند دكتور كريم صبري. رحت له وقابلته، وهو بجد كان يعني انسان جدا 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 معايا، ويعني دكتور محترم ودكتور كويس ودكتور يعني قبل كل حاجة هو انسان وكويس جدا جدا جدا. وانا جيت النهارده علشان اعمل عمليه تكميم مع دكتور كريم، وبقول لاي حد بيتفرج عليا دلوقتي والله العظيم انا هعمل العمليه عند دكتور كريم، واي حد بيتفرج يجي يعمل عمليه التكميم عند دكتور كريم، لانه دكتور يعني انا مش هتكلم عليه كتير. تعالوا انتم وشوفوه، وانتوا اللي هتحكموا على كلامي لما تيجوا وتقعدوا مع دكتور كريم وتقرروا ان انتوا تعملوا عمليه عند دكتور كريم. وان شاء الله تستنوني بعد العمليه ودعواتكم ليا. اهلا بيكم. تكميم المعده بالمنظار هي من العمليات اللي هي يعني قويه في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي السكر والضغط. مدام سحر الحقيقه 160 كيلو، 26 سنه، مريض الضغط وسكر. الحقيقه طبعا احنا هنعمل لها تكميم معده. تكميم المعده ليه فرايتيز كتيره جدا، منها التكميم العادي، منها التكميم اللي هو المطور او التكميم المعدل بتركيب حلقه اعلى المعده بحيث ان هي لا تسمح للمعده بالتمدد بعد اجراء العمليه. العمليه بتتم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى، وبنخرج بنقعد يوم ونمارس حياتنا الطبيعيه. تكميم المعده الهدف منها ان احنا بنشيل جزء من المعده هو المسؤول عن افراز هرمونات الجوع، وبالتالي لما بيقل بنسبه 80% من افراز هرمون الجوع وبالتالي بنشبع بسرعه، ما بنجوعش على فتره كبيره، وبالتالي ليه تاثير مباشر على مرضى السكر والكوليسترول المرضي وكمان الامراض المصاحبه زي دهون الكبد. وفي امراض كتيره جدا بتبقى مصاحبه للسمنه المفرطه، بمجرد ان احنا بننزل الوزن كل الامراض دي بتتعالج، ويعني دي بتكون من تبعات يعني مرضى السمنه المفرطه. تكميم المعده يمكن اجراها بالدباسات العاديه، يمكن اجراها بالمستهلكات برضو الطبيه الاحدث شويه زي الدباسه الذكيه اللي هي الالكترونيه، اللي هي طبعا بتستخدم التدبيس الثلاثي الكترونيك، يعني طبعا بتبقى بتساعدنا اكتر باستخدام الدبابيس الثلاثيه، احكام اكتر على الانسجه، تسريب اقل، نزيف اقل، وبالتالي نتائج اعلى لان وقت العمليات بيكون اقل. هنطمنكم على بقيه الناس في الليسته النهارده، ومدام سحر ان شاء الله نشوفها بعد العمليه على خير. وعايزين نوصل لكم رساله ان العمليات سهله، وقتها قصير، اعادتنا للنشاط الطبيعي في وقت قصير جدا. شكرا جزيلا، ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره. وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسة ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برضو 6 سنتي الى ان تنتهي المعدة.
خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5 6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض يعني، التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سم بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برده ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسه قد تستخدم لمجموعه من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعده زي ما هنشوف بعد شويه. ده جهاز الليجا شور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعده بطريقه امنه، ما يكونش فيها اي نوع من النزيف وما يكونش فيها اي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنه لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبيه الحديثه اللي هي يمكن احسن حاجه ويمكن اكتر حاجه ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لاعلى النتائج. دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجا شور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي، ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط الشاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في فريق اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس 3 صفوف على اليمين و3 صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب، عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي، لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه، عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. انا سحر محروس، عندي 26 سنه، وزني 160، عملت عملية تكميم مع دكتور كريم، قمت اتمشيت بعد ساعتين وشربت مية بعد 6 ساعات، وانا كويسة والله ما فيش اي حاجة، وانا عندي طفل وولدت قبل كده قيصري، والله العظيم والعملية دي اسهل من القيصري، وما فيش اي تعب ولا اي جروح صغيرة خالص،
وبنصح اي حد بيعاني من السمنه ياخد قرار ويجي فورا عند دكتور الكريم اللي يعمل عمليه التكميم، لانها والله العظيم سهله خالص وما فيهاش اي حاجه. استاذه سحر، احنا عملنا لها تكميم معده وكان على وزن 160 كيلو 26 سنه. الحقيقه طبعا انه تكميم المعده من العمليات القويه في انقاص الوزن، القويه في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. دايما بنختار تكميم المعده في ان هي تعالج السمنه المفرطه وامراضها المصاحبه، وخصوصا في بدايه مقتبل العمر او في نهايه يعني او في العمر اللي هو فوق 65 سنه. سواء في السن الصغير او في السن الكبير، عمليه التكميم هي امنه تماما. عمليه التكميم يمكن اجراءها لمختلف الاعمار مختلف الاوزان، وهي قويه في علاج الوزن الزايد، وقويه كمان في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. ويمكن استخدام تكميم المعده ايضا في علاج السكر الخفيف، يعني السكر اذا كان فيه يعني ماشيين على اقراص سكر في خلال اول 5 سنين، السكر لسه لم يحدث منه مضاعفات شديده، يمكن اجراء تكميم المعده. سوف تتخلص تماما من السكر مع الوزن، لان ده دايما عاده بيكون السكر هو مرتبط بالسمنه المفرطه، لان السكر من النوع الثاني في 95% من الناس. وبالتالي تكميم المعدة يمكن برضو ان هي تعالج امراض كثيرة زي تكيس المبيض في البنات الصغيرين، كمان ممكن تعالج كمان الناس اللي عندهم اضطرابات النفس اثناء النوم في مختلف الاعمار. ولكن في الاطفال بعد سن 10 سنين السمنة المفرطة بتعمل دهون كثيرة في الحلق، وبالتالي الطفل بيبقى عنده انقطاع في النفس اثناء النوم بصورة فعلا مرضية، قد تكون يعني مرضية لدرجة انه الطفل بنام تاني يوم اثناء النوم اثناء اليوم يعني العادي، بتلاقيه بياخد فترات نوم كتيره. كمان ممكن كمان تكميم المعده بتعالج تكيسات المبيض في السيدات اللي هم المقبلين على الانجاب، عندهم مشكله او تاخر في سن الانجاب. الحقيقه طبعا كمان في مشاكل كتيره زي اللي هي دهون الكبد اللي هي ممكن تكون مرضيه، الدهون الثلاثية في الدم اللي بتبقى بصورة مرضية، طبعا برضو تكميم المعدة بتعالجها مع معالجة السمنة المفرطة. فتكميم المعدة هي عملية سريعة، إقامتها في المستشفى كلها 12 ساعة، وقت العملية قد لا يتعدى نص ساعة لساعة في الأوزان الأكبر شوية والأضخم. عملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى. خلال ال 12 ساعة ده منظومة الفاست تراك يعني بتنفذ بحيث ان احنا ما نقعدش في المستشفى فترة كبيرة، باستخدام احدث الادوية في التخدير، وتخدير امن لدرجة انه ما بناخدش وقت خالص ما بين انتهاء العملية وان احنا نبقى فايقين وراجعين للتواصل مع المجتمع مرة تانية. يمكننا برضو بعد منظومة الفاست تراك ان احنا نمشي بعد ساعتين من اجراء العملية، نتمشى ونتحرك كويس جدا. بعد منظومة الفاست تراك ممكن كمان ان احنا نبتدي نشرب بعد 6 ساعات، بنبتدي نخرج من المستشفى خلال 12 ساعة. الحقيقة طبعا التقنيات الحديثة في مجال جراحات السمنة المفرطة باستخدام المناظير الهاي ديفينيشن، باستخدام الدباسات الامريكية الحديثة اللي وصلت دلوقتي ان احنا بنعمل العمليات بالدباسه الذكيه، دباسه سيجنيا اللي هي كمبيوترايز سيستم بيخلينا مؤهلين جدا ان احنا نعمل عمليه في وقت قصير. استخدام برضو الدبابيس الثلاثيه تراي ستيبلر، ده بيخلينا طبعا طول الوقت بنشتغل بامان اكتر، نزيف اقل، تسريب اقل، مفيش يعني نسبه مضاعفات، بنبتدي نرجع للحياه الطبيعيه في وقت قصير جدا. احنا هدفنا من اجراء العمليات سواء تكميم معده او تحويل مسار معده بانواعها ان احنا نحسن اللايف ستايل، وهو ده هدفنا ان احنا يعني ننزل وزننا، نعالج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه، ونحسن اللايف ستايل، ويعني نرجع لحياتنا بدون مشاكل، بدون امراض، بدون سمنه مفرطه. نشاطنا الطبيعي او رجوعنا للعمل يمكن الرجوع بعد يوم من اجراء العمليه، يعني اليوم اللي تعمل فيه العمليه اللي هتخرج فيه اقعد في البيت، تاني يوم ممكن ترجع لنشاطك الطبيعي.
مع ممارسة رياضة خفيفة كده في أول شهر، وممكن الرجوع للنشاط الطبيعي جدا خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هنطمنكم على بقية الناس وفي الليست النهاردة إن شاء الله بفيديوز تانية، ونشوفكم على خير مع فيديوهات جديدة. شكرا جزيلا، بالتوفيق. شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير، أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس.